السلام عليكم. عمد عشرات الأشخاص أغلبهم نساء وأولاد صغار منتصف نهار اليوم الخميس إلى إغلاق الطريق المؤدي إلى مدينة عين تركه غرب ولاية وهران للمطالبة بالسكن، وقد تسببت هذه الحركة الاحتجاجية المفاجئة في تشكل طوابير ضخمة من السيارات والحافلات المتوجهة إلى هذه المدينة الساحلية والتي تعرف توافدا كبيرا للمصطافين بداية من مساء الخميس من كل أسبوع، بالإضافة إلى سكانها الذين يقصدون مدينة وهران أو يعودون منها إلى منازلهم. وخلفت العملية احتجاجات تدخلت إضرار الشرطة انتهت بتوقيف أكثر من 40 شخص، كما توجه بعض المقصيين من الاستفادة إلى البيت الجديد الذي استفادت منه سيدة كانت تقيم معهم الحي الفوضوي، واعتدوا عليها بالضرب ما تطلب نقلها إلى المستشفى، واتهموها بأنها تلاعبت مع أعضاء في بلدية بير الجيرة لإقصائهم من الاستفادة.